أخبار اليوم. مكوناته الأساسية احنا عندنا وحدة الاستزراع السمكي اليونيت، والوحدة دي عبارة عن أربع خزانات أو أربع حوض سمكية. حجم الحوض الواحد حوالي 13.5 متر مكعب مية، فأنا عندي أربع أحواض. الأحواض دي احنا بنعملها من المباني وبنعزلها بطريقة ما، وده تخصص ناس كانوا معانا في المشروع متخصصين في شغل الانشاءات والمباني وكده. تمام. الاحواض دي متصمم ليها شبكه ري وصرف. يعني الاحواض دي متصمم ليها شبكه ري وصرف، شبكه ري اللي بتدخل المياه للاحواض بعد ما تعدي النباتات، وشبكه صرف اللي احنا بنصرف منها المياه بتاعت السمك وبعديها على وحده الفلاتر. وحده الفلاتر وظيفتها هنا انها تحجز للفضلات العضويه فقط، ملهاش اي دور معايا تاني. المياه بالتالي بتعدي من الفلتر الميكانيكي دوت، حجزت الفضلات، بتطلع ميه فيها عناصر غذائيه وفيها امونيا دايبه، وهي الامونيا ما بتفضلش في صوره امونيا، هي بتتحول لصوره نترات، لان النظام فيه بكتيريا النيتروزومناس والنيتروباكتر. البكتيريا دي بتحول الامونيا، بتحولها الى نترات، والنبات بيحب النترات. ما هي اسمها؟ البكتيريا اسمها نيتروزومناس ونيتروباكتر. نيتروزومناس ونيتروباكتر. النيتروباكتر والنيتروزومناس دول بياخدوا الامونيا بيحولوها الى نترات، وبعد ما بتتحول لنترات النبات بيمتص هذه النترات. طبعا الميه برضو فيها الكالسيوم وفيها البوتاسيوم وفيها المغنيسيوم وفيها جميع العناصر الغذائيه، ال 12 عنصر اللي محتاجهم النبات، ولكن في بعض العناصر موجوده النبات ما بيقدرش يمتصها زي الحديد والزنك والمنجنيز. والسبب في كده ان احنا بنظبط بي اتش النظام ده، قلنا فيه سمك وفيه نباتات وفيه بكتيريا، دول مكونات النظام. الثلاث حاجات دول كل واحد عايز بي اتش معين. يعني على سبيل المثال السمك عايز بي اتش مثلا 7.5، من 7 ل 7.5. النيتروزومناس او البكتيريا محتاجه بي اتش 7. النباتات عشان تمتص العناصر الصغرى عايزه بي اتش من 6 ل 6.5. وبالتالي انا بظبط البي اتش على 7 في النظام كله، فالنباتات ما بتقدرش تمتص الحديد والزنك والمنجنيز، فاحنا بندي الحديد والزنك والمنجنيز رش على المجموعه الخضراء. النظام ده اقتصادياته عاليه جدا، ولكن مع المحاصيل الورقيه زي الخس. الكل دلوقتي الشعب عارف، واي واحد مستهلك دلوقتي عارف ان الخس او طبق السلطه او المحاصيل الورقيه عامه في مصر بتزرع على ميه الصرف الزراعي والصرف الصحي في منطقه نهي ابو رواش وكرداسه والحته دي كلها. طبعا دي كارثه ومصيبه، امراض بقى الفشل الكلوي وامراض الكبد والسرطانات. وبالتالي المستهلك بقى عنده وعي دلوقتي ان هو على الاقل ما فيها ياكل طبق السلطه يكون نظيف وهيلثي. احنا في النظام ده ما بنستخدمش اي اسمده، ما بنستخدمش اي مبيدات، وبالتالي بنطلع المحاصيل الورقيه كلها خاليه من اي ملوثات او اي مواد كيميائيه. بالتالي لما بنطلع محصول نظيف وبنعرضه في السوبر ماركت زي هايبر، مترو، المجموعه الثلاث الماركت ديت،
بنعرضه بطريقه بنخلي الزبون متاكد ان ده مزروع بزراعه غير الزراعه التقليديه، يعني مزروع في بيئه نظيفه وما بنستخدمش مبيدات، وبالتالي بيدفع في الخصايه فلوس. يعني تخيل حضرتك مثلا الخصايه بتقف مثلا في حدود يعني من 3 ل 4 جنيه. طبعا 3 ل 4 جنيه مش هم سعر البيع بتاعنا، لان اي سوبر ماركت بياخد نسبه ربحيه حوالي 30%، فهتلاقي الخصايه واقفه عندنا مثلا ب 2.5 3 جنيه بنطلعها. تمام. لو احنا حابين نطبق الموضوع ده على سكيل بقى اوسع من ال 1000 متر اللي حضرتك عامل فيه الموضوع، تمام، اقتصادياته تبقى عامله ازاي؟ حضرتك لو حبينا نطبق النظام ده على مساحه 100 فدان 1000 فدان، خلاص هي استثماراته عاليه جدا. هنبدا دول الخليج كلها بتستورد المحاصيل الخاص والمحاصيل الورقيه دي كلها. تخيل مثلا دوله زي الامارات بتبعت تجيب من كندا، خلاص، وبتجيب من اوروبا. احنا طبعا سوقنا قريب ليهم، احنا لو اشتغلنا على سوق الخليج احنا نفتح باب تصدير جامد جدا في تصدير المحاصيل الورقيه، وبرضك عشان قرب المسافه مش هيبقى فيه هالك، مش هيحصل جفاف، مش هيبقى فيه تكاليف نقل كتيره، غير ان هو بيجيبه من بره في كونتينر مبرد، فالسعر بيبقى عالي